أهلا بكم أيها الأحبة في لقاء جديد ومتجدد من ملتقى الفكر الإسلامي. في هذا الملتقى نتدارس سويا الحكم والمواعظ في تاريخنا الإسلامي. واليوم في مثل هذا اليوم قبل 1442 سنة كان حدث جلل، كانت غزوة بدر أو موقعة بدر، الموقعة التي انتصر فيها المسلمون على الكفار بفضل الله ونعمته. من هذه الموقعة نتدارس سويا الحكم والدروس المستفادة التي وجدناها قبل الموقعة وأثناء الموقعة وبعدها. الكثير من الدروس، الكثير من المواعظ، الكثير من الحكم، كلها تصب في قلب تاريخنا الإسلامي وفي قلب محبة المؤمنين لنبيهم ولله وللملائكة التي نزلت وساندت المسلمون وساندت المسلمين في هذه الغزوة المباركة. معنا اليوم في ملتقى الفكر الإسلامي ضيوفنا الكرام، أعرفكم بهم: الأستاذ الدكتور خالد صلاح حسونة، مدير مديرية أوقاف القاهرة. الأستاذ الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. وخير ما نبدأ به هذه الأمسية وهذا اللقاء في ملتقى الفكر الإسلامي بعض من آيات الله الكريمة، بعض من آيات الله مع القارئ الشيخ محمد الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم
فما هم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم الفاتحة صدق الله العظيم. شكرا للقارئ الشيخ محمد الطاروتي على هذه القراءة العظيمة لبعض آيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية تعبر عن فضل الله العظيم على المسلمين في بدر في هذه الموقعة التي حضرها قلة من المسلمين مقابل 3 أضعاف من الكفار، ولكن نصر الله كان عظيما. في هذا اليوم نستعيد ذكرى بدر، ذكرى هذه الغزوة، أول فتوحات المسلمين، أول ما فتح الله على المسلمين، أول غزوة ينتصر فيها المسلمون على الكفار، ومن بعدها ارتفعت راية الإسلام. معنا في بداية هذا الملتقى كلمة للشيخ الدكتور خالد صلاح حسونة مديرية أوقاف القاهرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأرض والسماء،
خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأدخله الجنة دار البقاء. نحمده سبحانه على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. ونشهد أن لا إله إلا الله ليس له أشباه ولا أنداد ولا شركاء، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء، خاتم الرسل والأنبياء، وعلى صحابته الأجلاء. ورضي الله عن سيدنا الحسين وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنقياء. وبعد، فكل عام أنتم بخير. أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وأدعو الله عز وجل في ليلتنا هذه أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. فما من أمة على مر التاريخ إلا ولها أيام تعتز وتفتخر بها. وفي الإسلام أيام كثيرة، في ديننا الحنيف، في تاريخنا الإسلامي أيام كثيرة، حري بنا أن نعتز وأن نفتخر بها، كيوم بدر وفتح مكة ويوم القادسية ويوم حطين ويوم عين جالوت. يعني هذه هي أشهر الأيام والمعارك التي حدثت في شهر رمضان، آخرها يوم 6 أكتوبر العاشر من رمضان، ذلكم اليوم الذي كتب الله عز وجل فيه النصر لمصر واستردت أرضها وكرامتها. أيها المشاهدون الكرام، لماذا نحتفي ونحتفل بيوم بدر؟ ذاك اليوم الذي قال عنه رب العزة تبارك وتعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. اليوم الذي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، اليوم الذي نصر الله عز وجل فيه بقوته وحكمته وإرادته القلة المؤمنة بإيمانها الخالص لله، وأذل فيه الكثرة المتغطرسة التي اعتزت بقوتها وعدتها وعتادها، وتناست أن للكون مدبر يفعل ما يشاء. يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأذل فيه الشرك والمشركين، يوم كتب الله عز وجل فيه ميلاد الدولة الإسلامية التي ملأت الأرض من شرقها إلى غربها رحمة وعدلا، يوم استجاب الله عز وجل فيه لدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذا اليوم وقفات،
الوقفة الأولى نتعلم منها أن المقادير تجري بيد الله، فأنت تريد وأنا أريد والله عز وجل يفعل ما يريد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة جيش المشركين، وقبل الخروج ضرب لنا الصحابة من المهاجرين والأنصار أروع الأمثلة في الاستجابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج أرسى لنا مبدأ نتعلم منه حتى نلقى الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مبدأ الشورى، التشاور. لم يستبد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو الذي إذا قال أسمع وسمع له الجميع وأطاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا درسا في الشورى. أشيروا علي أيها الناس، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم، ثم قام المقداد ابن عمرو وتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع من الأنصار. لماذا؟ لماذا؟ لأن المعاهدة أو البروتوكول الذي تعاهد عليه أهل المدينة في بيعة العقبة عند العقبة ينص على حماية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين داخل حدود المدينة، لكن بره المدينة كان من الممكن الأنصار يقولوا لا، لم نتفق على هذا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي، أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقال لعلك تريدنا يا رسول الله، لعلك تريدنا. خد باله انه المعاهدة تنص على الحماية داخل المدينة فقط. فقال يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، فسر على بركة الله، خذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، ولن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين خارج أسوار المدينة، وفي الطريق وعند أدنى ماء أراد أن يعسكر. احنا لسه بنتكلم على مبدأ الشورى. فقال له سيدنا الحباب ابن المنذر، ابن المنذر، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ يعني إذا كان المكان ده، يا أخي شوفوا أدب الصحابة مع سيدنا النبي، شوفوا أدب الصحابة يا أخي. والله وإحنا بنتذاكر يوم بدر وما دار نتعلم.
أهذا منزل؟ ليه؟ لأن الوحي ينزل على رسول الله، فخشي أن يكون هذا بترتيب وتأييد من الوحي. أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي؟ فسيدنا النبي قال بل هو الرأي، قال ما ها هنا يكون المنزل أو المستقر أو معسكر الجيش. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وصدق الله القائل فبما رحمة من الله لنت لهم. كان من الممكن أن يقول لا هنا، ويعني وإني أرى ما لا ترون، رأيي أوسع وأشمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن نسمع وأن نتشاور حينما نقدم على أي عمل من الأعمال الحاسمة، الأعمال العظيمة. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أشار عليه سيدنا الحباب، وجهز المسلمين نفسيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على حسن الظن في الله وعلى الثقة في الله وعلى حسن التوكل على الله، والله عز وجل بيّن لنا في القرآن أنه يحب من؟ يحب المتوكلين اللي عندهم حسن ظن وحسن توكل على الله. فتسلح المسلمون بقوة الإيمان وصدق العزيمة والإخلاص لله، واصطفوا صفا واحدا خلف سيدنا رسول الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الزمرة التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي خير زمرة في تاريخ الإسلام والمسلمين، ولما لا، وهم الذين نعموا بتوجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. إذن إيمان صادق وخالص لله وقوي، عزيمة صادقة، استجابة لله ولسيدنا رسول الله، تولد عنها قوله تعالى ولقد نصركم الله. إذن من الذي نصر؟ الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ ها؟ يبقى النصر من عند الله والغلبة بإذن الله. وكما ستستمعون من أستاذنا العظيم المحترم الدكتور حسن القصبي بعد شوية، وما رميت إذ رميت ولكن الله، يبقى وما النصر إلا من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن حينما تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب وتتوكل على الأرباب وتتسلح بسلاح الإخلاص وحسن الظن في الله، يكتب الله عز وجل لك العون والتوفيق في كل أمور حياتك. وهذا درس أيضا نتعلمه. تأخذ بالأسباب، تتوكل على رب الأرباب، يكون عندك إخلاص وحسن ظن في الله. ولذلك هناك بعض المعجزات أو الكرامات
التي أظهرها الله عز وجل لنبيه قبل الدخول في المعركة. أنا مش هتكلم عن الدخول في المعركة، أسيبها لأخي وصديقي الدكتور حسن. شوفوا، من هذه الكرامات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشية المعركة يقول: هنا مصرع فلان، هنا سيقتل فلان. ليه سيدنا النبي بيقول كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس في نفوس أصحابه حسن الظن وحسن التوكل والتفاؤل. وطبعا المسلمين كان عندهم استجابة لا توصف لتوجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكرامات أيضا نزول المطر كما استمعنا منذ قليل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أنت ممكن تبقى سهران 3 أيام وتيجي تنام ما تنامش، صح؟ بيحصل تيجي تنام ما تنامش. إذن من الكرامات أن الله عز وجل ألقى على المسلمين النعاس حتى تستريح أبدانهم ويستعدوا الاستعداد الجيد لملاقاة المشركين المتغطرسين. 2، وينزل عليكم من السماء ماء. لماذا؟ ليطهركم به. يبقى اللي عايز يتوضى يتوضى، من أراد أن يغتسل يغتسل. ويذهب عنكم رجز الشيطان. أول ما تتوضى يتنحى عنك الشيطان، يبقى ما فيش وساوس ولا شيء من هذا القبيل. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كرامة ولا مش كرامة؟ كرامة، كرامة لسيدنا رسول الله ولمن معه من الصحابة الأخيار. آخر كرامة ونختم به، آخر كرامة: رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله يعلمنا أنه حتى مع الأخذ بالأسباب ينبغي أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى الله. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه حتى شفق عليه سيدنا أبو بكر. سيدنا النبي رفع يديه ويقول: يا ربي أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. حتى سقط الرداء من على كتفه الشريف، وسيدنا أبو بكر الصديق يقول لسيدنا رسول الله: لن يتخلى عنك الله، سينجز الله عز وجل لك ما وعدك إياه. يبقى قبل المعركة الدعاء، يبقى علمهم التفاؤل وحسن الثقة في الله وحسن الظن في الله. ثم دعا الله عز وجل، ثم استجاب الله عز وجل له بنزول جيش من الملائكة يقوده سيدنا جبريل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك وما هي الدروس التي نتعلم منها؟ هذا ما سنشرف بالاستماع إليه من معالي الدكتور حسن القصبي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا بعد تقديمه. ألف شكرا لحضرتك يا دكتور خالد صلاح السونة، من هذه الكلمة الشافية الوافية المعبرة عن فضل هذا اليوم العظيم، يوم 16 من رمضان سنة 2 هجرية. يعني نفس اليوم احنا بنعيشه النهاردة بعد 1442 سنة، والدروس ما زالت مستمرة، وما زالت الحكم والمواعظ من هذا اليوم ممتدة. 3 دروس أساسية نستخلصها من معركة بدر. أول درس في تصوري هو الشورى، مبدأ الشورى الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركة وأثناء المعركة.
تاني درس هو التسلح بالإيمان. تسلح المسلمين بالإيمان هو ما جعلهم يواجهون جيش الكفار بدون خوف. الدرس الثالث الرحمة. يتضح هذا الدرس في موقف الصحابة والرسول من أسرى بدر. 70 أسير أخذوهم المسلمين من الكفار. ماذا حدث لهؤلاء الأسرى؟ وكيف كانت رحمة النبي فوق آراء بعض الصحابة الذين أرادوا الانتقام؟ نتعرف على ذلك وعن الحكم والدروس المستفادة مع أستاذنا الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة. فلتفضل أستاذ الدكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المبارك الذي نشرف دائما أن نرى مثله في مساجد مصر، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ويزيد الشرف عندما أصاحب عالما جليلا كفضيلة الدكتور خالد صلاح حسونة، مدير مديرية أوقاف القاهرة. بداية أقول ما أجمل أن يجمع الله لنا شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. فشرف الزمان أننا في شهر عظيم مبارك، وشرف المكان أننا في مسجد مولانا الإمام الحسين، وشرف المناسبة أننا نعيش ذكرى بدر. وما أدراكم ما بدر؟ الله أمرنا في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله. الله قال لنا في القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أمة لا تعيش مع ماضيها لا تستطيع أن تعيش حاضرها. أمة لا تستفيد من ماضيها لا تستطيع أن تتقدم في حاضرها. وكما طوف بنا فضيلة الدكتور خالد حول هذه الغزوة ومسار الغزوة وكيف كانت وبعض العبر والعظات، أريد أن أؤكد على أن الغزوات أقام الله فيها السنن الإلهية والسنن الكونية. من أراد أن يفوز كما فازوا عليه أن يلتزم بهذه السنن، عليه أن يسير على نهج الأوائل حتى ينال الشرف الذي ناله الأوائل. سأقف بداية مع سنة الكونية الأساسية التي تسبب النصر في أي معركة: القائد، الجند، التخطيط لهذه المعركة. إن أردت أن تعرف القائد فهو محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله عز وجل الموحى إليه. وإن أردت أن تعرف الجند فما عليك إلا أن تسمع قول سعد بن معاذ عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده هو ويريد أن يسمع الأنصار الذين هم آووا المهاجرين في بلدهم. كلمات سعد بن معاذ نحتاج إليها الآن، نحتاج أن نتمثل بها، نحتاج أن نراها في الناس، في جدودنا، في العلاقة بين العباد ورب العباد. عندما قال له: يا رسول الله، كما أشار فضيلة الدكتور خالد، كأنك تريدنا يا رسول الله، ثم سطر كلمات توزن بماء الذهب. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأيقنا أن ما جئت به هو من عند الله عز وجل،
يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه وراءك ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، التفت إلى الأوصاف التي ذكرها سعد لهؤلاء جند الله عز وجل. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. يا رسول الله، سالم بنا من شئت وحارب بنا من شئت، إن الله سيريك منا خيرا. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان الجميع يؤيدون قول سعد ويتمنون أن يتكلمون كما تكلم سعد وأن ينطقون بما تكلم سعد، استبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وشرح الله صدره وأيقن أن مثل هؤلاء لا يهزمون على الإطلاق. ما الذي فعل بهؤلاء؟ ما الذي جعل هؤلاء يقومون بهذه العقيدة؟ الإيمان الراسخ. الإيمان الراسخ هو الذي جعل الخنساء هذه الشاعرة الذي كانت مخضرمة أدركت الجاهلية وأدركت الإسلام. انظر إلى حالها في الجاهلية وانظر إلى حالها في الإسلام. لما مات أخوها صخر في الجاهلية أقامت الدنيا وبكت وأبكت، أبكت الناس جميعاً بشعرها. فلما دخلت في الإسلام ورزقها الله أربعاً من الشباب أشداء وماتوا جميعهم في معركة القادسية، فلما أخبرت بذلك قالت: الحمد لله الذي من علي بهم، وأسأل الله أن يرزقني صحبتهم في الجنة. ما الذي حولها من هذا إلى ذاك؟ إنه الإيمان. إذا توغل في القلب واستقر في القلب رأينا هذه النماذج. والنصر قديماً وحديثاً متعلق بذلك، فنصر الأوائل كان لتعلقهم بالله عز وجل، ونصر الأواخر الذي عايشناه ورأيناه وسامعنا عنه وكان في رمضان في 6 أكتوبر كان شعار الجميع: الله أكبر الله أكبر، التي فتحت القلوب والعقول والأماكن والبلدان. رأينا الإيمان يفعل الأفاعيل في نفوس البشر. خبيب ابن عدي هذا الذي أسر في هذه الغزوة، وما أدراكم ما خبيب؟ عندما ساومه كفار قريش على أن يرجع عن متابعة محمد وأن يرجع عن هذه المتابعة ويعود إليهم، لم يساومهم على ذلك ولم يسمع لهم كلاماً، وسطر الكلمات المشهورة التي توزن بماء الذهب عندما أرادوا أن يقتلوه، وقال له أبو سفيان: يا خبيب، أتريد أن تكون أو تتمنى أن تكون آمناً في مكانك وفي بيتك ومحمد في مكانك يقتل هاهنا؟ فسطر هذه الكلمات التي تنم على عقيدة راسخة، إيمان راسخ يزلزل الجبال ويحرك الأرض تحت أقدامهم. والله الذي لا إله إلا هو، ما أتمنى أن أكون في بيتي آمناً ومحمد صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. اعلم أن مقدار عدوك في عينك بمقدار إيمانك، فإن كان إيمانك قوي فإنك لا تلتفت إلى كثرة عدته ولا إلى كثرة عدده. أما إذا ضعف الإيمان، رأينا الناس يلتفتون إلى كثرة العدد وكثرة العدة، ونسوا أن النصر لا يكون إلا بيد الله عز وجل. سنن الله الكونية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ الأوائل لم يلتفتوا على الإطلاق إلى معايير أهل الدنيا، أخذوا بالأسباب وأعدوا العدة قدر الاستطاعة، ولكنهم مع عدتهم قدر الاستطاعة يعلمون أن وراء الأسباب مسبب الأسباب، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أمة بدائية خرجت من البادية، كيف هذه الأمة بوسائلها القليلة غلبت
أقوى دولتين في عصرها، أقوى دولتين في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الفرس والروم. كيف لهذه الأمة في بدايتها بإمكانياتها القليلة تغلب هاتين الدولتين؟ إنه الإيمان مع الأخذ بالأسباب، السنة الأولى الإلهية التي ينبغي أن نقف عندها في غزوة بدر. ثم عليك أن تلتفت إلى سنة أخرى من سنن الله عز وجل، الله لا يعطي فضله أبدا على الإطلاق لمن عصاه، ولا لمن لم يتبع أوامره، ولا لمن يجتنب ومن يجترئ على أن يفعل النواهي، لأن الله له قانون: إن تنصروا الله ينصركم. كيف تنصر الله عز وجل؟ تنصر الله في أوامره، تنصر الله ألا تقترب نواهيه، تنصر الله أن يراك في آدابك وفي معاملاتك وفي أخلاقك، تنصر الله عز وجل في علاقتك بين الله عز وجل، تنصر الله في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصر الله أن يراك في معاملة أهل بيتك، تنصر الله في حب وطنك، تنصر الله في عملك، تنصر الله في كل حركة وسكن في حياتك. ولذلك إن أردت نصر الله عز وجل انصر الله، ونصرك لله عز وجل لا يقدم في ملكوت الله شيئا ولا يؤخر في ملكوت الله شيئا، وإنما نصر الله يعود عليك أنت بالفائدة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سنة إلهية رأيناها في الماضي ونراها في الحاضر، والسنن الكونية مستمرة إلى قيام الساعة. رأينا من السنن الإلهية أيضا أن العاقبة للمتقين، مهما رأيت من ظاهر أن العاقبة لغير المتقين، هذا في ظاهر، في ظاهر من يظهر له ذلك، أما العاقبة في النهاية إنما هي للمتقين. وأريد أن أقف مع أمر لا بد أن نلتفت إليه. في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم أشار قبل الغزوة، وأشار في أثناء الغزوة، وأشار بعد الغزوة، وأريدك أن تلتفت إلى أن قول الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه أم إنه الحرب والمكيدة والخدعة؟ اعلم أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالموقع الذي ينبغي أن يكون فيه، وإنما يعلم أصحابه أنهم يفكرون ويتدبرون، ولا بد أن ينظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس رجال. والدليل على أنه كان يعلم الموقف الذي ينبغي أن يقف فيه ما قاله وأشار إليه أخي الكريم الدكتور خالد عندما حدد مصارع القوم. كيف يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم وهو لم يحدد المكان الذي سيقف فيه، المكان الأفضل لهذه الغزوة؟ لماذا يا رسول الله تركت الحباب وتركتهم؟ يعلم الأمة: عليك أن تكون بصيرا، عليك أن تكون متدبرا، عليك أن تكون متفكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم قبله، واستشارهم في الأثناء، واستشارهم في نهايتها بعد أن فتح الله عز وجل له. لمحة أريد أن نلتفت إليها: سورة الأنفال سطرت لنا غزوة بدر، وسورة آل عمران سطرت لنا غزوة أحد، سطرت لنا غزوة أحد، لكن في سورة آل عمران أشار الله إشارة إلى غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لماذا؟ لماذا جاءت الإشارة في سورة آل عمران مع خصوصيتها في استقصائها لغزوة أحد؟ الله يبين لنا أن النصر كان في غزوة بدر كما جاء في سورة الأنفال، لما استسلم وأطاع الجند لقائدهم، فلما أطاعوا قائدهم نصرهم الله عز وجل.
أما في غزوة أحد عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا هذا المكان وخالفوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله جل وعلا. إن السبب الرئيسي للذي رأيتموه في غزوة أحد إنما هو مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الحكمة الإلهية الربانية أن الله لم ينصرهم في غزوة أحد والأشخاص هم هم وقائدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين قاتلوا في أحد هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الصحابة الذين حاربوا في غزوة بدر، ولكن شتان لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله نصره فتركهم لأنفسهم. فكأنك أيها المسلم معك قانون السماء، معك قانون الأرض، معك القوانين التي تنظم لك الحياة. الله جعل الحياة الدنيا لنا كتاباً مفتوحاً، وجعل لنا الآخرة كتاباً مفتوحاً، وقال لنا اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الألباب. عجيب أن هناك إنسان معه الأسئلة ومعه الأجوبة ومعه الأحوال ومعه ما سيسأل عنه يوم القيامة، ثم يرسب في سؤال وإجابة علمها من قبل. أبناؤنا في الدراسة يذاكرون المنهج كاملاً لأنهم لا يدرون من أين تأتي الإجابات ومن أين تأتي الأسئلة. أما أن الله عز وجل ما ترك لنا شيئاً إلا ستره لنا، سابق لاحق، ما تسأل عنه يوم القيامة، ما تسأل عنه في قبرك، سطر لنا غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا نتعلم منها العبرة والعظة. يوم مبارك، ليلة مباركة، غزوة مباركة من الله فيها على أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تذكروا ما كان من غزوة بدر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نستطيع أن نعيش مع هذه الغزوات، نفعلها في حياتنا، في حركاتنا، في سكناتنا، في كل حركة وسكنة. ولو أن الوقت يتسع لعشنا مع هذه الغزوة المباركة، نلتمس فيها أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتمس فيها أفحال الصحابة رضوان الله عليهم، نلتمس فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر على مصارعهم وقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، أتحدثهم وهم أموات؟ إنهم جيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أعلمه بذلك هم وهو الله، إنهم لأسمع لي منكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة أن يمن علينا بفتح عظيم من عنده، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يجعل مصر سلاماً أماناً وسائر بلاد العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف شكر يا أستاذنا الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، على هذه المحاضرة العظيمة والكلمة الرائعة المستفيضة في ذكرى بدر وفي دروس بدر وفي مواقف الصحابة ومواقف النبي وفي ما حدث في هذا اليوم العظيم وما يمكن أن نستذكره ويفيدنا في حياتنا هذه الأيام. الآن مع المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. عفوك ورضاك يا رب شغر أعز الله فيه نبيه
شهر أعز الله فيه نبيه وأمده بالنصر في الغزوات، شهر يقول الله وهو الكريم يجود بالخيرات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه الله الله، محمد بسيط المعروف جامعه الله، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل على حبيبك محمد تاج رسل الله قاطبة الله، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد الله الله، محمد 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 ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب، اللهم استر عيوبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وتقبل صلاتنا وصيامنا يا رب. النداء من فيض من الضحى من نور من الندى من فيض من الضحى من نور من سبحت لله ترسل الألحان عطراً.
في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله الصانع الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بي وجد لا يدريه الله إلا من يسكن فيه بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ألف شكر للمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله على هذه الابتهالات العظيمة شكرا لكم في هذا اللقاء ليلة 17 من رمضان وذكرى ليلة بدر استذكرنا معا دروس بدر وما حدث فيها نشكر الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة شكرا لحضرتك على حضورك وعلى ندوتك نشكر الأستاذ الدكتور حسن القصبي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر والشيخ القارئ محمد الطروطي والمبتهل الشيخ محمود علي عوض الله وشكرا لكم جميعا وإلى لقاء متجدد من ملتقى الفكر الإسلامي غدا إن شاء الله شكرا جزيلا